او الجمال مالته وبسعر 3000 دينار فقط. هذا يجي هو القاعده مال كلينكس مالته نفس الشكل وبسعر 3000 دينار والكميه محدوده. انا عندنا عرض خاص على هاي مال السمبوسه، باعوا لي هذا القالب السمبوسه الضغط، هاي مجرد ضغطه راح ينزل من جوه السمبوسه، باعوا لي السعر القديم بيش ب5000، اليوم علي عرض خاص ب 3000 دينار، 3000 دينار فقط والكميه محدوده باعوا لي، فشي كلش حلو ومفيد. قولي هذا هنا هذا شمعدان يجي قطعتين، شمعدان قطعتين، هذا كان نسيته ب3000، اليوم علي عرض خاص ب 1000 دينار فقط، سيت قطعتين ب 1000 دينار والكميه محدوده. عندنا عرض هاي محضره طعام شحن، محضره طعام على الشحن، باعوا لي هاي على الشحن فشي درجه اولى ومرتب، السعر القديم 5000، السعر الحالي 3000 دينار فقط والكميه محدوده، باعوا لي الجمال مالته ب 3000 دينار فقط، هاي على الشحن. هذا هنا عندنا شسوار، شسوار ماركت يجي حرارته كلش عاليه فشي درجه اولى، باعوا لي الثقيل هذا مو الخفيف، السعر القديم 8000 دينار، باعوا لي ب 8000 دينار، السعر الجديد ب 5000 دينار فقط، 5000 دينار فشي درجه اولى ومرتب. عندنا عرض خاص على هذا المنظم، منظم مال الاكسسوارات اكريليك يجي، باعوا لي طوابق 5 طوابق، مو 5 طوابق؟ 5 طوابق وبسعر 2000 دينار، السعر القديم باعوا لي بيش 4000 دينار، نشيله ب 2000 دينار فقط والكميه محدوده العروض. عندنا عرض خاص على هذا السيت مال الممالح يتخلى ويا المزيتات مالته، باعوا لي هنا بيش مسعر ب 4000، علي عرض خاص ب 3000 دينار فقط، السعر 3000 دينار والكميه محدوده، باعوا لي الجمال مالته ب 3000 دينار فقط. هنا عندنا هذا التيبل لام، شوفوا لي هذا التيبل لام سعره بيش مسعر ب 7000، اليوم علي عرض خاص ب 5000 دينار فقط، 5000 بهذا اللون وهذا اللون على 5000 دينار فقط والكميه محدوده. تيبل لام فشي كلش حلو ومرتب. هذا هنا هذا سيت بهارات طابقين، علب بهارات طابقين، باعوا لي هاي الاحجام الكبيره ويا الاحجام الصغيره هن والملاعق مالتهن، السعر 4000 دينار فقط والكميه محدوده، كان سعره 6000، اليوم علي عرض خاص ب 4000 دينار فقط. شوفوا لنا هنا حامله مال ملاعق او مال فرش مال مكياج، تجي زجاج والاطار مالتها ذهبي وبسعر 2000 دينار، ها كان سعره 5000، اليوم عليها عرض خاص ب 2000 دينار والكميه محدوده، كميتها جدا محدوده. قولي هاي هنا هاي سندانه مال ورد تعليق، سندانه مال ورد هاي تعليق تتعلق بالحائط، باعوا لي من هنا تشكلها بسمار بحلقه تتعلق وبسعر 1000 دينار وبها عده الوان والكميه محدوده، ها كان سعرها 3000، اليوم عليها عرض خاص ب 1000 دينار فقط والكميه محدوده. انا عندنا السندانه مال الزرع، هاي باعوا لي سندانه الصبارة، حجمها حلو ومرتبه، كل 3 قطع ب 1000 دينار، 3 قطع ب 1000 دينار فقط والكميه محدوده. زبائننا شوفون هاي التشكيله الجنط مال اطفال مال عيد وسعر القطعه ب 1000 دينار، ام 3000 و4000 يمنا ب 1000 دينار، موديلات كلش هواي، باعوا لي موديلات متعدده وكلها تجي زنجيل يعني تتعلق، سعر القطعه ب 1000 دينار، باعوا لي الجمال واحده احلى من الثانيه، وكل واحده تشكيله مال اقفاص. هنا عندنا هذا الطابقين سعره 6000 دينار، وهذا عندنا هنا 3 طابق سعره 9000 دينار، وعندنا هذا الكبير العامودي سعره 12000 دينار، هذا اللي كلهم كانت ضعف مرتين السعر، يعني هسه اللي تشوفوه كان ضعف مرتين والكميه جدا محدوده.